Do you need the 1 year yet? If you have a message you want to send to the Ahli fans, what is your message? Was the Ahli supporting you and the backing you, the fans? So what is your message for the fans, the Ahli fans? Assalamu alaikum. Now I know who is loyal to us. The journalist. Normally we have the full house. Alhamdulillah. Yeah. I think the message is I've paid my school fees. بس هو سؤال بس وكان الاستاذ محمد بيسال بيقول له انت عملت موسم كبير في خلال 10 شهور اقل من سنه حققت القاب كانت غايبه عن النادي الاهلي زي الكاس السوبر وزي كاس مصر وزي افريقيا ومرتين افريقيا وزي ميداليه برونزيه لكاس العالم للانديه ايه رسالتك للنادي الاهلي جماهير النادي الاهلي دايما في ظهرك ودايما بتدعمك وعملت ملحمه زي حد تعمل حياتك ادويه ملحبه في حب النادي وفي حب اللاعبين والفريق والجهاز فهو بيرد بيقول انا اتعلمت دفعت مصاريف الدراسيه بمعنى انا اتعلمت دفعت ثمن التعليم يعني I came naive and not knowing what is happening وصلت ساذج مصر وكنت شايف ايه اللي بيحصل not understanding the dowry ما كنتش فاهم ايه الدوري المصري not understanding the culture of my players ما كنتش فاهم ثقافه اللاعبين بتوعي didn't even understand the religion حتى الجزء الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين I didn't understand many things حاجات كتيره ما كنتش فاهمها لما جيت I just came and came for football جيت بس لكره القدم but I realized that it's more than football بس عرفت الموضوع اتاكدت الموضوع اكبر من كره قدم But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا انا ارتكبت اخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بيقول انا عمال ارتكبت اخطاء بس ارتكبت اخطاء عن جهاله انا ما كنتش عارف عن جهل يعني ما كنتش عارف زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبقى يعدي الشارع وهو مش عارف ما عندوش معرفه لسه. But somebody posted a lot of pictures, six pictures on the social media, and I saw myself in those six pictures. هو في حد حط على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي ست صور وهو شاف نفسه في الست صور زي ما هو بيرفع الكؤوس وال and yes I understand the spirit of Ali. فاكر افهم دي ايه فتره النادي الاهلي فعلا the spirit of Al-Ahli is to win ودي روح دي روح شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي روح النادي الاهلي انك بتكسب كل حاجه and then out of six we got five ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه yes we could have done better كان ممكن نعمل افضل طبعا but when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. لو كنت تلعب 19 ماتش 53 يوم وكل ماتش كل 3 ايام تلعب مباراه. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس قاعد المنافس بتاعك قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. احنا طلعنا ورحنا كينشاسا. We went to Tunis. ولتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. Went to Qatar. رحنا قطر. Went to Qatar. رحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. Spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع منتخب اولمبي في دورة الالعاب الاولمبية. At the moment I think we've got about 7 players in the senior national team. في الوقت برضه عندنا 3-7 لعيبة في المنتخب الوطني الأول. My boys have been to Kenya, to Togo. راح كينيا وتوجو راح كل حتة. لعيبتي بيروحوا مع المنتخبات الوطنية في أماكن مختلفة في كينيا وفي توجو. And you get what you got. In the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you. لو انت بتبقاش سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اداها لك. And my boys are finished, they're tired. ولاعيبتي خلاص بدنيا خلصت تعبانين جدا، مرهقين جدا.
And that's why today we gave them the rest. عشان كده النهارده اديناهم راحه في المباراه لما اديناهم راحه. لعيبه المنتخب الوطني اللعيبه الدوليين اديناهم راحه ما لعبوش. They can have 4 days. على الاقل حتى ياخدوا 4 ايام. Oh, they're back. Then tomorrow, day after tomorrow in the national team. بكره يرجعوا بعد بكره يرجعوا المنتخبات الوطنيه مختلفه. So that's why they're not yet. عشان كده مش موجودين اديهم راحه حتى يستريحوا. The 4 days after. دول 4 ايام الماتش الاخير، 4 ايام دول بس يا دوب يريحوا فيهم قبل ما يروحوا المنتخبات. Because when they come back from the national team. عشان يرجعوا سواء لاعيبه مصري المنتخب الوطني المصري او لعيبه تانيين من منتخب المنتخبات الثانيه. The case starts. لما يرجعوا هيرجعوا على بدايه ماتشات الكاس. And then, كاس مصر. And then some other people will be resting again. ويمكن بعض لعيبه تانيه هتريح تاني. We have to catch up. لازم نعوض طبعا لازم نعوض. But we're not complaining. لكن احنا طبعا مش بنشتكي من حاجه. The early supporters have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. I've seen and I've heard from my feedback to say that yes they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا لانهم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضه متضايقين احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything. يمكن لو كنا حققنا كل حاجه. Then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. But we say to them they supported us. لكن هم بيدعمونا وبيشجعونا. Remember, I have not seen them. طبعا للاسف انا شفتهمش بنلعب من غير جماهير. But I can hear them on the streets. لكن بسمعهم في الشوارع لما اجي في الشارع باجي انزل. And they've been there for us. موجودين على طول معانا. Next year. السنه الجايه ان شاء الله. والله we'll be much better team. ان شاء الله بيقسم بيقول والله هكون افضل لكل فرقه افضل. Because I'll be a little bit smarter. هكون اذكى شويه. I will understand the league. فهمنا الدوري نظام الدوري ماشي ازاي. And we are putting in a few players. واضفنا بعض لاعبين تانيين جداد. To strengthen the team. عشان نقوي الفريق. And we will be better. وان شاء الله هيبقى افضل باذن الله. And I want to say to them thank them for the support. وعايز اقول للجميع الاهلي بشكركم للدعم. I'm going home tomorrow. انا ارجع بكره بلدي. I've never been more than 3 days at home. انا عمري ما رجعت بلدي اكتر من 3 ايام. In 11 months. من 11 شهر وقت ما جيت عمري ما رجعت بلدي اكتر من 3 ايام. And I'm going back for 4.5 days. هرجع 4 ايام ونص بلدي. And I'm not complaining. وما بشتكيش ابدا. I'm committed to the team. انا ملتزم مع الفريق. Because I'm very 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 hurt. يعني عندي روح about losing. طبعا بالنسبه للدوري انا حزين جدا ان احنا خسرنا بطوله الدوري. I'm a coach and a winner. I win trophies. انا مدرب وانا فوت بكسب القاب بكسب بطولات. We will be back. وان شاء الله احنا راجعين. اتفضل يا فندم. طبعا برايك افضل بدايه في تاريخ الاهلي كانت مع مستر. You have to know that the best start ever for all the head coach for Ahly club is with you coach. Starting. Started on 9 is a statistic. Thank you very much. وبيقولوا افضل احصائيه يعني حسب الاحصائيه افضل بدايه في تاريخ النادي الاهلي من اي مدير فني مستر بيسو. I don't know the history that much. بقول انا بشكرك انا ما اعرفش تاريخ النادي الاهلي بالشكل ده قوي يعني. If you say it's the best start. لو حضرتك بتقول ده افضل بدايه لاي مدير فني. I must be thankful. انا سعيد لا بشكرك. But I think there was legends like Jose. مانويل جوزيه في اساطير تانية زي مانويل جوزيه. I think he had maybe better start than me. يمكن بدا بدايه افضل مني. He didn't get the championship. He didn't win the league. He's a legend. هو اسطوره كبيره مانويل جوزيه. God will be there for me. الحمد لله ان شاء الله ربنا يقف جنبي ويدعمني ربنا معايا. اتفضل يا فندم. Congratulations for the historical season despite of the games that have جماهير الاهلي بس الاهلي يعني واخده على عدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي 29 يا مارك ريجاردنج ذا جولز وين كونسيد عدد كبير جدا 29 29 جول كونسيد ذا هول سيزون از ا فيري از ا هيوج نمبر اي ثينك وذ ذا نيو بلايرز ذا نيو سيزون وات از يور فيجن فور ذا نيكست سيزون والتدعيمات المستقبليه اند دو يو ثينك ذات يور بلايرز ويل بي بروت فور يو بروت فور ذا تيم يو كان جيت سترينث تو ذا تيم اند يو كان ميك ذا ديفرنس فور ذا كلوب. Starting with the goal we conceded, coach. I'm an open coach, and I'm an honest coach. طب بس هو السؤال بس بيقول ان جميع النادي الاهلي سعيده بالموسم التاريخي. I don't run. ببص نفسي كويس وبسأل نفسي يا ترى في مشكلة ولا لا؟
واضح ما عرفتش جول. وزي ما حضرتك قلت حكايه ان دخلت فيها 29 جول السنه دي، اه دي في مشكله فعلا. If you look at the goals we conceded, لكن بص الاهداف اللي دخلت فينا mostly is second half. استقبلناها معظمها في الشوط الثاني، اخر دقيقتين، اخر ثلاث دقائق، اخر دقائق في المباراه، اخر خمس دقائق، 10 دقائق المباراه. وسؤال بساله لنفسي انا، ممكن حاجه تساعدني كمان بس يكمل؟ ممكن بقى حاضر حضرتك سيبه يكمل. When the team concede a lot of goals at the end, لما فريق بيدخل فيه اهداف، بيستقبل اهداف في اخر دقائق في المباراه، في نهايه الماتش، السؤال you lost concentration, فقدت تركيزك؟ لم فقدت تركيزها؟ you tired, مرهقين؟ or you attack carelessly, ولا بتهاجم بعشوائي يعني بدون اهتمام بالدفاع؟ so my job is to go home now. انا دوري مرجع بلدي the next 4 days, الاربع ايام اللي جايين. I will look, هبص and I will be honest to myself, وهبقى امين مع نفسي. But don't forget there are number of games and traveling. تسع عدد الماتشات لعبناها والسفر وال... my players are tired. لعبتي تعبانه طبعا. Okay, coach, I ask you, do you need defenders, new defenders to look? Football is a very, very funny game. I said it last لعبة طريفة كده كرة القدم. I said it last time the score was 4-2 and somebody says you conceded two goals. I said but I scored four. الماتش اللي فات كسبنا 4-2 فيقول بس قالوه في المؤتمر الصحفي ان دخل فيه جونين، فرد قال لهم بس انا جبت اربع اجوان. احيانا ساعات تبقى 2-0 تبقى اسبانيا 2-0 وشكلها حلو ما دخلش فيك اجوان بس جبت جونين بس مش اربعه. ممكن لما يدخل فيك جونين بتطلع بدروس ليه دخل فيك اهداف، وكده ممكن تحسن دفاعك وتشتغل عليه. And when you score four, لما تسجل اربع اجوان then you say but why can't I score five or six. ليه برضه هتسال سؤال ليه ما جبش خمسه وسته؟ هيك فاهم عايز اقول ايه؟ when you play against a team like Masri, بتلعب فرقه زي النادي المصري، very very good team, فرقه كويسه جدا جدا طبعا. And you put three, four goals against them, وتسجل اربع اهداف ضدهم، هتقول لا، بتسال نفسك what kind of a team do I have, so انا فرقتي ايه؟ فرقتي كويسه يعني ممكن فرقتي ممكن كويسه ممكن تروح وتزيد وتجيب خمس تجوان ست تجوان، بس برضه بنقول برضه يعني اه الفرقه بتاعتنا دي دخل فيها جونين ممكن نحافظ على الشباك النظيفه ما تخش هناك. روحنا كاس العالم دخل فيها في كاس العالم كله جونين. Okay. From Bayern Munich, a big team. It took Bayern Munich 77 minutes to score the second goal. قعدوا 77 دقيقة بايرن ميونخ عشان يعرفوا يسجلوا الجول الثاني. We went to Morocco, we went to Wydad. واحنا المغرب لعبنا مع الوداد. We conceded one goal. دخل فينا جول. We scored five. وفي الماتشين جبنا خمسة. We scored four. مع الطاجي جبنا أربعة أجوان. Sundowns, we scored three. Sundowns جبنا ثلاثة أجوان. دخل فينا جول جبنا ثلاثة في مجموعة الماتشين طبعا. So if you get the Chiefs final, three. كان الشيفز فاينل. جبنا ثلاثة جول وما دخلش فينا حاجة، طب ساعدني فرصة بس. We go to Kinshasa, we score 3-0. في كينشاسا جبنا ثلاثة أهداف. So what does it mean about this team? This team ده معنى إيه الفرقة دي؟ Can keep zero. الفرقة دي ممكن تحافظ على شباك نظيفة أو تخش فيها جوان قليلة. But is it only against big teams? بس ما قدام الفرق الكبيرة بس. So maybe is the attitude, يمكن التفكير of not respecting Mahana. الناس ساعات يعني you don't respect يعني بقول يعني مش بس حكايه ما تحترمش محل او اسوان فرقه صغيره او الجونه، but you respect Bayern. تحترم الفرقه الكبيره زي بايرن. You respect Taraji. الترجوي دي يقصد مش احترام، يقصد يعني دي اهتمام. You respect Sundowns. You respect Sundowns فرقه كبيره، بايرن ميونخ، بايرن الوداد. So probably it's big question marks. Is دي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي ليكوا وليا نفكر فيها. And I'm only 11 months. هو بقالي 11 شهر بس في مصر. But believe me, I think we can do better than this year. صدقني ممكن أدي أفضل السنة الجاية عن السنة دي إن شاء الله. Yeah, I promise that. حضرتك كنت عايز تقول حاجة. هل الدوري المصري يفتكر في الدوري المصري غير Do you think the competition at the league is different than the African competition? Yes, the World Cup? Yes, it's totally different from Champions League. طبعا الدوري مختلف عن بطولة افريقيا طبعا. Some people say, the Champions League is more easier than the Dowry. في بعض الناس بتقول بطولة افريقيا اسهل من الدوري. So if Champions League is that easy, why you don't win it?
طب لو بطولة افريقيا فعلا اسهم من الدوري ما كسبتهاش ليه؟ And when was the last time you won it? واخر مرة انت كسبتها كانت امتى؟ Do you know what I'm trying to say? فاهم انا عايز اقول ايه؟ And I don't want to mention I don't want to مش عايز اوضح team's name. مش عايز اوضح اسامي مش عايز اذكر اسامي أندية. Who lost in Champions League? اللي خسروا في بطولة افريقيا two times but we beat that team مرتين five. بكسبناهم مرة خلاص يعني okay so okay yeah. okay هل لك على الدوري ولكن الحقيقه طبعا موسم كان مسكر جدا هو هدف في السيزون اجازتك ملاك اجازه سعيده يعني وي شو ا جود هوليداي ان اند بيك ريجاردز تو ذا ساوث افريكان هاخد من كلام زميلي على اي كونتينيو ذا فيس واز اباوت ذا جولز يو كان سي ات هقول هل ممكن نرى تدعيمات في خط ميبي وني نيو بلايرز New players in the defensive line, or will you keep the same defenders without any new, and you evaluate the To be honest with you, منتهى الأمانة أبقى أمين جدا معاك. I think we could have still win the Dowry with the same number of goals we conceded. أعتقد كان ممكن بعد الأهداف اللي دخل فيها كان ممكن نكسب الدوري برضو. The pyramid game we could have won it. ماتش بيراميد كان ممكن نكسبه. في ماتشات كده كان ممكن نخلصها ونكسبها. We could have won at the end. ممكن نكسبها. كان في الآخر واحد بيتعادل في الآخر واحد واحد بيتعادل معانا في الآخر. We missed a lot of goals. أخذنا فرص كتيرة جدا للتهديف. So I think we could have still won the Dowry with the same number of goals. أعتقد برغم الأهداف اللي دخلت فينا كان ممكن نكسب الدوري برضه. If we taken those chances. لو كنا سجلنا الفرص اللي جات لنا. New players. Yeah, we have new players. You think about the new players in the defensive? Defensively, look, I'm not sure. Yeah, one or two maybe. One or two, not too much. ممكن واحد أو اثنين مش كتير. Okay, maybe three. يمكن مشكلة إن the coach is asking if you will sign a new players. Maybe yes. ممكن واحد أو two maybe. ممكن اثنين. احتمال اثنين. You know what I'm trying to say? اوكي احتمال. But لسه في دماغنا يعني بنفكر فيه. But I want to score more. بس المشكلة برضه عايز اجيب جون اكتر. To win the game. عشان اكسب ماتشات اكتر. You know Barcelona. You know how many games they concede? حكى برشلونة. They concede more goals. بيخش برشلونة بيخش جون كتير. But they win. لكن بيكسبوا بيجيبوا جون. You understand? Remember if you can play 0-0 for 36 games. You've got 36 points. تغير لدرجة الدوري كلها كنا 0-0-0-0 وما دخلش فينا أجوان كنا عايز درجة تانية هو قصده العبرة مش إنك ما يخش فيك أجوان بس المفروض تسجل I want to thank you for your support Thank you for support أشكركم كإعلاميين دعمكم ليا We had small fights كان في بيننا مسدات بسيطة As I was saying بس زي ما قلت I was paying my school fees دفعت مصاريف اتعلمت ده مصاريف دفعتها تبع التعليم اتعلمت شوية and I'll be better وإن شاء الله هبقى أفضل I will improve اتحسن وهبقى أفضل إن شاء الله we congratulate you and thank you for everything